الحمد لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. أيها الإخوة، ومع درس جديد في مادة العقيدة انتهينا في المحاضرات السابقة عن الحديث في الصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء والرسل. انتهينا من الحديث عنها، ومن باب الإجمال أقول لكم يجب أن يتصف النبي بكل كمال يليق بذاته باعتباره نبيا مرسلا، ويتنزه عن كل نقص لا يليق بذاته باعتباره نبيا مرسلا. لماذا؟ لأنه مخبر عن الله جل وعلا، ولأنه مرسل إلى الذين يجب أن يؤمنوا به ويتبعوه، فهو مرسل إلى الناس. هؤلاء الناس لا بد أن يثقوا به فيتبعوه، ولا بد ألا تحدث نفرة بينه وبينهم، وبناء عليه فلا بد أن يكون منزها عن النقائص جميعها، ولو جاز مثلا على النبي من على سبيل التمثيل أن يفعل محرما لكنا نحن مأمورين باتباعه، وهذا يتناقض مع دعوى الرسالة. الله عز وجل يقول واتبعوه، أي واتبعوا النبي لعلكم تهتدون، وفي نفس الوقت يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن فلا بد أن يكون النبي معصوما من الكبائر والصغائر عمدا أو سهوا قبل النبوة وبعدها، على تفصيل ذكرناه في المحاضرتين السابقتين. الآن نتحدث في موضوع آخر، وأيضا سأبسط الكلام تبسيطا وأفصله بطريقة سهلة ميسورة إن شاء الله. الموضوع هو الوحي. إيه هو الوحي؟ حضرتك ممكن تكلم صاحبك الآن الذي يجلس بجوارك وتخبره بخبر، يمكنك أن ترفع صوتك وأن تجهر به فيسمعه هو ويسمعه غيره، ويمكنك أن تسر إليه بهذا الخبر، تقترب منه بحيث لا يسمعك أحد إلا هو، وفي أذنه وتقول له الخبر. إيه الفرق بين الاثنين؟ هذا الخبر ألقي جهرا
وهذا الخبر ألقي سرا. الخبر الذي يلقى سرا يسمى وحي. وهو الإعلام بطريق خفي. هل الوحي مقصور على الكلام؟ لا، ده ممكن يبقى بإشارة، وممكن يبقى بنظرة عين مثلا، وممكن يكون بأي وسيلة أخرى، فليس شرطا في الوحي أن يكون كلاما. الوحي في حقيقته هو صلة يربط السماء بالأرض، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، أو هو أشبه بالأثير، الأثير الذي يحمل الأخبار والأنباء إلى المستهدفين بهذا الخبر وبهذا النبأ. الأثير عن طريقه تنتقل الرسالة من الله إلى رسل الله ليؤدوها إلى عباد الله كما أمرهم ربهم ومرسلهم. يبقى الوحي ده عبارة عن رباط يربط السماء بالأرض، عبارة عن أثير ينتقل من خلاله الخبر أو الأمر من الله إلى رسله ليبلغوها إلى أقوامهم أو إلى أتباعهم. هنتكلم في الوحي من خلال نقاط محددة بسيطة: تعريفه، أنواعه، إمكانه، هل هو ممكن أو لا، دليل وقوعه، يعني هل هو واقع بالفعل ولا لا، وما الدليل على ذلك. الوحي كما قلت لكم من حيث الإطلاق اللغوي الإعلام بالشيء سرا، الإعلام بطريق خفي، سواء أكان ذلك بالإشارة أو الكتابة أو الرسالة أو الإلهام. يبقى مش لازم يبقى كلام بس، ممكن يبقى بالإشارة، ممكن يبقى بالكتابة، ممكن يبقى عن طريق رسالة أو عن طريق إلهام كالرؤى المنامية مثلا. طيب، هل الوحي بهذه المعاني هو المقصود بالوحي الذي جاء به الأنبياء أو نزل على الأنبياء؟ لا، بهذا المعنى، معنى الإشارة أو الكتابة أو كذا أو كذا، لا يطلق على الأنبياء إلا من قبيل الغلبة، لكنه يختص بالأنبياء وبغيرهم. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الوحي اللغوي، المعنى اللغوي للوحي يطلق على الأنبياء ويطلق على غير الأنبياء. ونحن نقرأ في القرآن الكريم الوحي لغير الأنبياء: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فالوحي بهذا المعنى
الذي هو الإعلام بطريق خفي أو بذكر الخبر سرا، سواء كان بالإشارة أو بالكتابة أو بالرسالة أو بالإلهام، لا يختص به النبي فقط، بل يشمل النبي ويشمل غيره. يجيء الوحي بعدة معاني كما قلت لكم، فبالإشارة مثلا، كما في قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. زكريا عليه السلام خرج على قومه وهو لا يتكلم 3 أيام. طيب أوحى إليهم، كيف أوحى إليهم إذا كان هو ممنوع من الكلام؟ يبقى أوحى إليهم أي أشار إليهم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لم يكن ذلك بالكلام وإنما كان بالإشارة. ومن الممكن يكون الوحي تسخير، كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني سخر الله تعالى النحل لتتخذ من الجبال بيوتا. ويأتي الوحي بمعنى الأمر، كما في قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي أمرت الحواريين. وكما في قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، أي القرآن موحى به من عند الله تعالى. هذا هو معنى الوحي من حيث اللغة: الإعلام بطريق خفي أو الإخبار سرا، يشمل النبي ويشمل غير النبي. وذكرنا ذلك من خلال الآيات القرآنية، يأتي بمعنى الإشارة، يأتي بمعنى التسخير، يأتي بمعنى الكتابة، يأتي بمعنى الإلهام، وهكذا. طيب، أما شرعا فللوحي تعريفات 3 باعتبارات مختلفة، باعتبار معناه المصدري، الوحي باعتباره مصدرا، هو التعليم السري الصادر من الله تعالى إلى أنبيائه بواسطة أو بغيرها، الأمر أو الخبر الذي يأتي عن الله عز وجل، إما أن يكون أمرا فيتبع، وإما أن يكون خبرا فيصدق. وهذا هو معنى الوحي بمعناه المصدري، التعليم السري الصادر من الله تعالى إلى أنبيائه بواسطة أو بغير واسطة. وإحنا هنعرف الآن طرق الوحي. أما معناه باعتبار الحاصل بالمصدر، باعتبار المعنى الحاصل بالمصدر، هو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة. يعني إما أنه يطلق على الخبر ذاته أو على الأمر ذاته الصادر من الله إلى نبيه، وإما ما يجده النبي في نفسه من عرفان
يترسخ لديه يقين أنه من عند الله. ومن الممكن أن تعريف الوحي يأتي من قبيل الموحى به، فتقول الوحي هو كلام الله المنزل على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. هو كلام الله المنزل على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. في النهاية الوحي هو إعلام الله وإخبار الله نبيه سرا بما يريد أن يبلغه إلى أمته، سواء أكان ذلك بواسطة أو من غير واسطة. هل الوحي له أنواع ولا هو نوع واحد؟ لا، العلماء قالوا الوحي أنواع، وأنواعه أربعة. النوع الأول أن يكلم الله النبي بدون واسطة، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكما حدث لموسى عليه السلام في طور سيناء. ولعلماء الكلام تفصيل وتدقيق في بيان حقيقة هذا الكلام الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خوطب به موسى عليه السلام. فقالوا أن هذا الكلام المسموع هو الكلام النفسي القديم الذي ليس بصوت ولا بحرف. ايه معنى الكلام ده؟ الله عز وجل كلم موسى تكليما من غير واسطة، وكلم الله نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من غير واسطة. كيف كلمه؟ كيفية الكلام لا يعرف أحد حقيقة كلام الله إلى أنبيائه، لكن الذي نتيقن منه أن الكلام ليس بحرف ولا بصوت، وأن الكلام إنما هو كلام نفسي، وليس هذا الكلام صادرا عن صوت ولا عن حرف، وإنما هو كلام نفسي قديم. وهذا الكلام لا نستبعده، لأن المفروض أن النبي قد خص بمزايا لا توجد في غيره من البشر، وأن نفسه الشريفة وفطرته السليمة مستعدة لأن تتلقى عن الله مباشرة، وأن يسمع الكلام النفسي القديم بطريق غير مألوف لنا. فنحن لا نستبعد هذا، فالنبي أعد إعدادا خاصا، وهذا الإعداد الخاص يؤهله
لأن يستمع عن الله مباشرة كلاما قديما نفسيا بلا حرف وبلا صوت. أنت تجد في نفسك غرابة من هذا لأنك في العادة لا يكون الكلام عندك إلا بحرف وبصوت، فربما تستغرب هذا أو تستبعده، لكن على الأنبياء ليس ذلك ببعيد. قالوا أيضا الرأي الثاني، هذا الرأي الأول، أن الكلام الذي حدث مباشرة كان كلاما نفسيا قديما. الرأي الثاني قالوا لا، الكلام المسموع كلام لفظي يخلقه الله تعالى في قلب نبيه، وهذا الرأي لا غرابة فيه. يعني قالوا أن الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، أو الذي سمعه موسى عليه السلام في طور سيناء، لم يكن كلاما نفسيا ولكنه كان كلاما لفظيا خلقه الله في قلب هذا النبي. والتفصيل في هذا وبيان أدلة كل فريق والرد على كل فريق، هذا يتعلق بعلم الكلام وله مجال آخر ودراسات أخرى. نحن فقط نريد أن نستعرض معكم العقيدة استعراضا بسيطا يؤدي الغرض، ولا نتعمق في السبر الرأسي في القضايا لأن هذا له مجال آخر. يبقى أول نوع من الكلام أن يكلم الله نبيه مباشرة، وأنا ذكرت لكم الرأيين في كيفية الكلام، الذي قال لا ده كلام نفسي والذي قال لك لا ده كلام لفظي. النوع الثاني أن يكلم الله النبي بواسطة الملك، يبقى في الأول بدون واسطة، الثاني بواسطة. من هو الواسطة؟ جبريل عليه السلام. من هذا النوع نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم أنتم تعلمون أنه نزل نزولين، نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا كان جملة واحدة ومرة واحدة، وكان ذلك في ليلة القدر على أصح الآراء. ثم نزل من بيت العزة في السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبوة إلى أن لقي النبي ربه، 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. نزل منجما حسب القضايا والحوادث والأمور الأخرى، بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. طيب هو جبريل كان بيأتي على أي حالة، على أي وضع؟ هل كان يأتي للنبي على هيئته الحقيقية، أو كان يأتيه متجسدا في صورة بشر، أو على أي صورة؟ التعليم كان بواسطة الملك، والملك كان يأتيه على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يرى النبي الملك على صورته الأصلية،
ويتعلم منه ما جاء به إليه. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء، في أول لقاء له بجبريل عليه السلام، جاء جبريل على هيئته الحقيقية في غار حراء، حين قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، فضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ إلى آخر ما تعلمون. وهذا قليل جدا، يعني أن يرى النبي الملك في هيئته الحقيقية هذا قليل جدا. الحالة الثانية أن يرى النبي الملك في صورة بشر، كما رؤي جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع صحابته ذات يوم، وأقبل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه أحد من الجالسين، وجاء على هيئة دحية الكلبي، وهو رجل من العرب كان وسيما. عرفه النبي ولم يعرفه الصحابة، وجلس إليه وذكر الأحاديث المشهور، ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث. الحالة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الملك عند الوحي، لا يراه نهائيا، لا في صورته الأصلية ولا في تجسده في صورة بشرية، وإنما يسمع عند قدومه جلبة شديدة وصوتا شديدا، يتعلم منه وهو موقن أن ما ألقي إليه من عند الله تعالى. يعني كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم على هيئة صلصلة الجرس مثلا، أو على هيئة طنين النحل، طنين النحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقن بأن ما ألقي إليه إنما هو من عند الله تعالى. إذن فجبريل الذي هو الواسطة في نقل الوحي، إما أن يأتي على صورته الحقيقية وهذا قليل جدا، وإما أن يأتي في صورة بشرية كما جاء في صورة دحية الكلبي، وإما أن يسمع صوته ويرى أثره من خلال الجلبة والأصوات التي تحدث عند قدومه، ويسمع النبي الوحي كصلصلة الجرس أو كطنين النحل. النوع الرابع من الوحي الإلهام، وهو أن يلقى في قرار النبي أو في روع النبي ما أراده الله تعالى، من غير أن يأتي جبريل على هيئة بشرية أو على هيئته الأصلية، أو يسمع صوتا كصلصلة الجرس أو كطنين النحل. هو فقط يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم الكلام إلقاء، فيتيقن النبي أن ما أوحي إليه إنما هو من الله تعالى. النوع الرابع الرؤية في المنام. يبقى أنا عندي أنواع الوحي أهو، إما أن يكون مباشرة
وإما أن يكون بواسطة وعلى وضعيات مختلفة، وإما أن يكون الوحي عن طريق الإلقاء في النفس إلقاء، إلقاء في الروع في النفس بدون واسطة ملك، وإما أن يكون عن طريق الرؤى المنامية. وأول ما بدأ بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا المنامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر يأتيه الوحي عبارة عن رؤى منامية تأتي كفلق الصبح. ولذلك في الحديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن النبوة استمرت 23 سنة، 6 شهور يعني نصف عام كانت رؤية منامية، يعني 46 نصف، يبقى هي جزء من 46 جزءا. هذا ما حدث لأغلب الأنبياء، ونحن نقرأ في كتاب الله تعالى ما حكاه الله عز وجل عن إبراهيم وابنه إسماعيل. قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. لأن رؤيا الأنبياء وحي، فقال له: يا أبتي أنت أمرت بهذا وهذا وحي أتاك، فافعل ما تؤمر. فاعتبر إسماعيل رؤيا أبيه وحيا صادرا عن الله تعالى واجب النفاذ، فلم يقل مثلا: يا أبتي افعل ما رأيت في منامك، ولكن قال له: افعل ما تؤمر. هذه هي أنواع الوحي، إذن نلخصها مرة أخرى وهي مهمة. الوحي إما أن يكون بدون واسطة، أي مباشرة، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وكما حدث لموسى في طور سيناء، فالله كلم موسى تكليما، واختلف العلماء في كيفية الكلام، فمن العلماء من قال إن الكلام هو الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا بحرف، وهناك من قال: لا، الكلام كلام ملفوظ خلقه الله في قلب النبي. النوع الثاني: الوحي بواسطة ملك، وكان الملك يأتي على أوضاع مختلفة، فيأتيه مرة على هيئته الأصلية الحقيقية التي خلقه الله عليها، ويأتيه على صورة بشر كما أتى النبي جبريل على هيئة دحية الكلبي، أو يسمع النبي صوتا ولا يرى ملكا كما يسمع صلصلة الجرس وطنين النحل. والنوع الثالث من الوحي وهو الإلهام، وهو أن يلقي الله الوحي في قلب النبي إلقاء بدون واسطة أو عن طريق الرؤى المنامية، وهو النوع الرابع. وبهذا نكون قد تحدثنا عن أنواع الوحي تفصيلا. السؤال القادم: هل الوحي ممكن، هل الوحي ممكن؟ يعني السؤال ده أعتقد أنه لا مسوغ له بعد أن عرفنا من الأخبار المتواترة أنه قد أوحي إلى الأنبياء. ولكن من حيث العقل الوحي ممكن، لأن العقول لا تجد مانعا من أن الله يصطفي أفرادا يقوي أرواحهم لتلقي الوحي.
الله هو الذي اجتبى، والله هو الذي اختار، والله هو الذي ربى نبيه تربية بحيث يستطيع أن يتلقى الوحي عنه. أما إمكان حصول الوحي فمداره على أمرين، يعني كيف يحصل الوحي؟ هل ممكن أن يحدث هذا؟ نقول مدار حصول الوحي في أمرين: الأول استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، الثاني وجود ملك يبلغ الوحي. إذا توفر هذان الأمران فلماذا لا يحصل الوحي؟ استعداد النبي نفسيا، وهذا أمر واضح وجلي، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، فالله عز وجل يؤهله تأهيلا يستطيع من خلاله أن يستقبل الوحي. الأمر الثاني وجود الملك، والملك موجود، وأنا قلت إن الوحي أنواع، منها ما يتعلق باستعداد النبي، ومنها ما يتوقف على وجود الواسطة. يعني الكلام المباشر لا يحتاج إلى واسطة، ولكن يحتاج إلى استعداد النبي، استعداد نفس النبي. الإلهام يحتاج إلى استعداد نفس النبي. الرؤى تحتاج إلى استعداد نفس النبي. ثم ما يحتاج منها إلى واسطة؟ الواسطة هو جبريل، وجبريل موجود، فلماذا لا يتحقق الوحي؟ إذن إمكان حصول الوحي يتمثل في أمرين: استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، الأمر الثاني وجود ملك يبلغ الوحي. وهذا كما قلت لكم واضح. أما عن الأمر الأول وهو استعداد نفس النبي لتلقي الوحي وعلمه من غير فكر وترتيب مقدمات، فلا مانع منه بعدما علمنا أن مراتب الإدراك في البشر متفاوتة، وأن نفس النبي قد حفت بأصل الفطرة وبخصائص الكمالات وبالأنوار العلوية التي يستطيع من خلالها أن يتلقى كلام الله أمرا كان أو خبرا. هذا دليل حصوله. يعني هل من الممكن عقلا ان يبقى في وحي؟ اقول لك العقل لا يمنع هذا. لماذا؟ قلت لان العقل يجوز ان يصطفي الله من عباده ما يشاء لكي يكونوا اهلا للتلقي عنه. العقل لا يمنع هذا. العقل يمنع أمور مستحيلة لذاتها، يعني يمنع اجتماع النقيضين، ويمنع ارتفاع النقيضين، ويمنع اجتماع الضدين. يعني العقل يمنع أن يكون الشيء موجودا لا موجودا في نفس الوقت، أو أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت. وأنت لو قلت إلى الطفل الصغير أبوك طويل قصير يضحك عليك، لأن ده اسمه تضاد، لا يمكن أن يكون كذلك. فالعقل، العقل السليم لا يجوز المستحيلات الذاتية. أما الأمور الممكنة حتى وإن لم تكن عادية لم نرها ولم نسمع بها، العقل يجوز وقوعها والوحي منه، بل الوحي حصل بالفعل. حد يقول لي طيب العقل جوز، هل هناك شروط لحصول هذا الوحي؟ أقول هو شرطين: استعداد نفس النبي ووجود الملك الواسطة، والاثنين متوفرين.
السؤال الأخير، هل وقع الوحي؟ نعم وقع الوحي، لأنه يا إخوان في أمور ممكنة ولا تقع، فليس كل ما هو ممكن عقلا واقعا فعلا، لكن في حاجات واقعة بالفعل وهي ممكنة. دليل وقوع الوحي وحصول الرسالة يختلف بالنسبة لمعاصر النبي، غير عننا احنا لم نعاصر الانبياء، اما بالنسبة للمعاصرين الدليل انهم شافوا، شاهدوا، رأوا. يعني عندما نبع الماء من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة، المعجزة دي شافها الناس، وكذلك كانوا جالسين ونزل عليه الوحي، والصحابة يقولون ذلك، يقول كنا نعلم عندما يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين عاصروا النبي دليلهم المعجزات التي شاهدوها. وأما من أتى بعد عصر النبي فدليل وقوع الوحي بالنسبة لهم الخبر المتواتر، وهذان الأمران هما دليل وقوع الوحي، إما بالمشاهدة لمن عاصر، وإما بالخبر المتواتر لمن لم يعاصر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الوحي، وسنتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن المعجزة. وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.